بالابراج اللي الموفقه على الجانب المالي او افضل ثلاثه على الجانب المالي. وهنا لما اتحدث عن المال حتى لا ادخل ب يعني كلام كثير وفلسفه كثيره، لا اتحدث عن المال بشكل ملخص. المال يعني مردودات على الجانب الوظيفه، على الجانب العمل الحر، كل ما له علاقه بالمردود المالي. يدخل في ذلك ايضا جوانب الدراسات المهنيه، لان هذه ايضا لها علاقه بالمال. يدخل ايضا الدراسات الاكاديميه. فبالتالي الابراج اللي راح تكون موفقه على الجانب المالي وحسب الاولويه، بالدرجه الاولى راح يكون مولود برج الدلو، يليه الحوت، ثم مولود برج الثور.